عيدي لحن مجروح جاي آخر روح يحكي وطن بالبال مشتاق بده يبوح داير ع نغمة ريح صلي الوجع تسبيح والما معه تصريح تيعي شوين يروح والما معه تصريح تيعي شوين يروح مجروح جاي عآخر روح يحكي وطن بالباب مشتاق من بيت روح مش في بيتك ايه لعل الصمت أبلغ من أي رسالة لعل الصمت صوته اليوم أعلى من كل إعلام أعلى من كل تقارير دولية أعلى من كل شيء ممكن أن يقوم به المجتمع الدولي لسوريا لوحة صامتة تنطق بعبارات تنطق بأبلغ العبارات تنطق بمنتهى الثقة تنطق بواقع الحال في سوريا التعامل الدولي عما يحدث في سوريا التعامل الدولي عن أطفال سوريا التعامل الدولي عن كل ما يحدث لهذا الشعب المسكين الذي قرر العالم محاربته لأنه طالب بحريته لربما هنا من داخل العاصمة النمساوية فيينا ستكون الرسالة قوية ستكون الرسالة واضحة 200 قتيل هم خطأ لدى التحالف الدولي عشرات القتلى من الأطفال دمار كامل شامل لعله هو خطأ ولكن بحجة الإرهاب يقتل شعب مسكين يقتل شعب بمنتهى البرود بمنتهى الإرهاب صحن الحلو محروق منه التمر مسروق مين اللي لعل هذه الدماء رخيصة ليست دماء أطفال أوروبيين ليسوا في باريس ليسوا في بلجيكا هم سقطوا في سوريا سقطوا بكل صمت دماؤهم رخيصة دماؤهم من زمرة مختلفة عن العالم أجمع لعل هذا الصمت سيكون وبل سيكون سبب وبالا على الشعوب وعلى كل من كان سببا في هذا الصمت الذي نعيشه يوميا نموت بصمت نقتل بصمت نتدمر بصمت ولكن صمتنا سيسكت كل الأصوات التي تريد صمتنا ومعنا هنا مخرج هذه اللوحة الصامتة تميم والذي أراد من خلال هذه الفكرة أن يوضح للعالم بشكل مختلف من داخل العاصمة النمساوية فيينا بنرحب فيك بداية تميم شكرا أهلا وسهلا فيكم أستاذ تميم شو الشيء اللي أنت اليوم حابب ترسله من خلال هاي اللوحة اللي إحنا عم نشوفها هون هي الحقيقة إنه مثل سكتش بضع دقائق هدفين من هالشيء اللي عم بعمله الهدف الأول هو إيصال صورة للناس اللي جوا لأهلنا بسوريا بكل مكان بسوريا اللي هنا تحت القصف تحت القتل اليومي تحت الاحتلال الروسي الاحتلال الأسدي للبلاد عرفت كيف وهالمسج ومسج ثاني انه لكل السوريين المتواجدين في خارج سوريا انه نتحرك نعمل شيء للشباب يحكوا شيء يحكوا على اللي عم بيصير ببلدنا يحكوا على الشيء اللي هن طلعوا لغير بلد مشانه يعني نعم طيب تميم انت بتحس انك هلا انت اليوم من هالشيء من هالنشاط اللي عم تساويه هون باوروبا بفيينا عم تشارك بالثوره بشكل ايجابي انك توصل رساله لازم يوصلها كل شخص وصل للغرب للغرب هون للاوروبيين الحقيقه هي قضيه حتى لو طال الزمان او تغيرت مثلا ظروفنا او تغير الوضع الراهن وحتى وضع المنطقه ككل عم يتغير من شيء لشيء لازم ما ننسى هالشيء الثوره لازم نكون دائما يعني كل يوم عم يمر بيزيدنا تمسك بهالشيء زيدنا عمل على هالشيء عرفت كيف والشيء يعني قد ما كان صغير يعني لو كل حدا مننا الشيء قد ما كان صغير الشيء من عندي وشيء من عندك شيء من عند الثاني بيعمل شيء هاي اللوحه لك الاولى من هالنوع اي والله هي تجربه حياه وما بفكر يعني انخرط بالمجال بس مجرد يعني مثل ما يقولوا انه كل واحد بيعمل اللي بيقدر عليه عندك تصور وين ممكن تكون لوحتك القادمه
صراحة ما بعرف الظروف شلون بتشتغل. أنا بشتغل على موضوع الفن التشكيلي، أنا فنان تشكيلي، بحب أعرض مجال شغلي أكثر. شكرا كثير لك استاذ تميم، ونتمنى نلتقيك بداخل دمشق وتقوم باحلى عمل فني من داخل دمشق، وانت عم تمثل لوحه التحرير، وما تكون صامته، تكون تسمع العالم كلياته من خلال هالصمت اللي انت حابب تكونه. وشكرا لك مره ثانيه. شكرا لكم، شكرا لحضورك، شكرا لكل الناس الموجوده، شكرا للشباب اللي عم يشتغلوا، شكرا لكم، يعطيك العافيه. معقول ما حسيت يا عيدي بالمذبوح، معنا هلا كمان الإعلامية هيفا الإعلامية السورية، اللي هي إعلامية عريقة كتير بمجال الثورة السورية. أستاذة هيفا، شو فيك تحكي لنا عن هاللوحة اليوم الصامتة، واختلافها عن الواقع اللي عم يعيشوا فيه أهلنا بسوريا؟ حضرتك حكيت لوحة صامتة بس معبرة كتير كتير. نحن موجودين هون هلا حاليا بالمظاهره، ضمن المظاهره الاسبوعيه اللي بتعملها التنسيقيه النمسا لدعم الثوره السوريه من 5 سنوات وحتى اليوم. جهدنا ان نوصل ايصال الصوره والصوت للمجتمع الغربي اللي للاسف لحتى الان اثبت عجزه الكامل في دعم الثوره ودعم السوريين. حاولنا ان ننقل الصوره، حاولنا ان صور فوتوغرافيه، صور تمثيليه، بالصوت، بالصوره، بالهتاف، باللوحات، بكل الطرق نحاول، وما زلنا الصوت ما زال ضعيفا، إعلامنا ما زال ضعيف للأسف، إعلام المعارضة ما زال ضعيف وبحاجة إلى دعم. نعمل قدر المستطاع لعلنا نستطيع إيصال هذه الصورة لنحرك ولو 1% من ضمير العالم الإنساني. إلى أي حد بتعتقد الإعلام الدولي مشارك بالشيء اللي عم يصير بسوريا؟ حد كبير، ربما يكون الإعلام العالمي الآن أشد فتكا من الأسلحة. اليوم حربنا حرب إعلامية، لهيك نوهت أنه نحن الإعلام المعارضة جدا ضعيف، الحرب غير متكافئة، غير متكافئة بالمرة. الإعلام النظام إعلام قوي ومدعوم، وللأسف الدول الأوروبية كلها تتبع الإعلام النظام، والدليل أنه ما زال موجود حتى اليوم. إذن هو مدعوم، الإعلام له دور جدا كبير، جدا مؤثر، وللأسف ليست هناك الإمكانيات لعمل أكثر ما يمكن أن نعمله. شكرا كثير أستاذة هيفا على هالمداخلة اللي فعلا رائعة، ونتمنى نلتقيكي داخل ساحات دمشق، ونحن عم نغطي بحضرتك وكل الوسائل الإعلامية وغصما عن العالمية أنها تكون عم تغطي ساحات التحرير بسوريا. هذا أملنا نحن كلياتنا إن شاء الله. شكرا كثير أصدقائي متابعينا مشاهدينا، اللوحة الصامتة أبلغ من كل الرسالات، أبلغ من كل الصيحات، أبلغ من أي شيء رأيناه. نشكركم على هذه المتابعة، كان معكم أحمد مراد من العاصمة النمساوية فيينا، فيكم معي مراسل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التمر مسروق، مين اللي بده يدوق، والأصفع الأسطوح مرجوحة، الياريت نزفت عباب البيت، معقول ما حسيت.